كتاب الزكاة. المؤلف شرع رحمه الله تعالى في الزكاة فقال: هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ذكر في هذه الجملة شروط الزكاة، ويحسن بنا قبل الشروع في شروطها أن نشير إلى تعريفها. وتعريف الزكاة يمكن أن نقربه بأن نقول هو نصيب مقدر شرعا، هو نصيب مقدر شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة، نصيب مقدر شرعا في مال معين، أحسنت بارك الله فيك، في مال معين لطائفة مخصوصة. وهذا التعريف تلاحظ أنه اشتمل على التقدير الشرعي وهو الأنصبة الزكوية والأموال أيضا الزكوية، فليست كل الأموال تجب فيها الزكاة. ثم أيضا أشار إلى المصارف في قوله لطائفة مخصوصة. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. أما وجوب الزكاة وكونها ركنا من أركان الإسلام فهو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك هي قرينة الصلاة في كتاب الله في عشرات المواضع، وقد جاء أيضا في حديث بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة. ولذلك هي تجب على المسلم لا على الكافر، ودليل هذا ما أشار إليه أهل العلم من قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني زكواتهم، إلا أنهم كفروا بالله. وأيضا حديث: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم. هذا الحديث دال على أن الزكاة تؤخذ من المسلم وتعطى للمسلم. وقوله حر لأن العبد مملوك، يراد بالعبد الرقيق، وهذا كان موجودا ولا تجب عليه زكاة ماله، لأن العبد هو ما ملك لسيده، لأن العبد هو ما ملك لسيده، وهو مملوك لا يملك، فكيف يزكي؟ قال: نصابا، لا بد أن يكون المملوك نصابا، والنصاب هو الحد الذي تجب عنده الزكاة، فما كان دونه فلا تجب فيه الزكاة. ويفترق النصاب عن القدر الواجب إخراجه، وهذا يلتبس عند كثير من الناس. فالقدر الواجب إخراجه مثلا في الحبوب والثمار العشر أو نصف العشر، بينما النصاب هو خمسة أوسق، يعني الحد الذي يجب إخراج العشر عنده هو خمسة أوسق، لكن قد يخرج الشخص مثلا ما يعادل مثلا 100 كيلو أو أقل أو أكثر بحسب نسبة العشر أو نصف العشر إلى القدر المملوك الذي بلغ خمسة أوسق أو زاد عليها أو زاد عليها. قال المؤلف بعد ذلك: ملكا
تاماً، وهذا يراد به أن يخرج المؤلف ما كان مملوكاً للمرء لكنه ملك غير مستقر، لأن يعني من الأملاك ما لا يكون مستقراً، مثل من يملك مال وسرق هذا المال منه فملكه له غير مستقر، ممكن يرجع هذا المال وممكن ما يرجع، فلو مكث سنة كاملة والمال مسروق منه فلا يقال له عندئذ أو فلا يقال بأنه يملكه ملكا تاما. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن الملك التام عفوا يراد به من ملك عين المال واستطاع الانتفاع به، وكما يعبر بعض الفقهاء هو ملك العين ومنفعته، ملك العين ومنفعتها، أو ملك يقولون أو يقولون العين ملك الرقبة والمنفعة، فمن لا يستطيع الانتفاع بماله حقيقة ولا حكما لا يعد ملكه تاما وإن كان مالكا. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وذلك لما جاء مرفوعا عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحه الألباني لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث قد جاء أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول بمقتضاه، من ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا يكاد يكون محل إجماع عند أهل العلم، وهو إن الزكاة إنما تكون فيما حال عليه الحول من الأموال إلا ما استثني. ما هو المستثنى؟ ذكره المؤلف هنا فقال إلا الخارج من الأرض، إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، هذه الثلاثة زكاتها ليست مشروطة بمضي الحول عليها. فالخارج من الأرض زكاته تكون عند إيش؟ حصاده، عند حصاده، وهذا الحصاد أو الجذاذ قد لا يكون بعد مضي حول، قد يكون بعد مضي نصف حول، فتجب عندئذ الزكاة فيه. فإذا كان يحصد في العام مرتين زكي مرتين وآتوا حقه يوم حصاده كما قال تعالى. قال ونماء النصاب من النتاج، يعني ما أنتجت ولدت الشياه التي عنده، فإن هذا النتاج لا يشترط فيه مضي حول لأنه فرع، والفرع يتبع الأصل، وهو نماء فحكمه حكم أصله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة فكانوا يأخذون الزكاة على تلك الماشية من غير أن يسألوا هل مر حول على هذه أم لا، وإنما يأتون بعد مضي الحول فيعطون حكم السخلة وهي الصغيرة حكم الكبير. ولذلك جاء في أيضا قول عمر لساعيه، يعني لمن بعثه لأخذ الزكاة، اعتد عليهم بالسخلة وهي الصغيرة ولا تأخذها منهم لأنها لم تبلغ السن والحد السن الشرعي الذي يجزئ أو تجزئ الزكاة بها، يعني في دفعها زكاة. قال والربح، يعني مما أيضا لا يشترط له مضي الحول الربح، فلو كان شخص عنده مليون يتاجر فيها وفي شهر شعبان كسب من هذا المليون مليونا آخر وزكاته أو حوله في رمضان، فماذا نقول؟ هل يزكي مليون أو مليونين؟ يزكي مليونين، فالمليون الثاني وإن لم يحل عليه حول لكنه ماذا؟ ها؟ أحسنت، تابع لأصله، الأصل حال عليه الحول، فلذلك وجبت عندئذ الزكاة في الأصل وفي ربحه، فالنماء تابع لأصله ومتولد منه. وهذا الحقيقة
يعيدنا أو يوقفنا مع قضية مهمة أختصرها اختصاراً وأعتصرها اعتصاراً، وهي الأموال المستغلة، يعني كل ما جاءك من غلة، فما حكم زكاة؟ نقول هذا لا يخلو. إما أن يكون هذا المال من جنس، يعني الغلة التي جاءتك، الأموال التي جاءتك، إما أن تكون من جنس المال الذي عندك ومن نمائه، يعني من زيادته، فعندئذ حولها حول أصلها فلا تحتسب لها حولا جديدا. أو تكون هذه الأموال التي اكتسبتها، الغلال التي ملكتها، من جنس المال الذي عندك نقود، وعندك أنت نقود لكنها ليست من نمائه. مثالها الرواتب الشهرية مثلا، الرواتب هذه من جنس النقود التي لديك، لكن لما جئت إلى مثلا الحول، نفترض أنه رمضان وجاءك راتب شهر مثلا شعبان، هل تدخله فيما تملك أنت من أموال زكوية أم لا؟ هو من جنس مالك لكنه ليس من نمائه، وإنما بسبب عقد الوظيفة والإجارة، وبالتالي يقال إن هذا جمهور أهل العلم على أن له حولا مستقلا، ولا يلزمك أن تدخله في حولك، في حول الأموال التي هي من جنسه. وذهب الحنفية إلى أنه يكون حوله حول باقي الأموال التي من جنسه. وتوسطت اللجنة الدائمة في مثل هذا الأمر، وقررت ما قرره الجمهور من أن هذه الأموال التي تكون من غير جنس مال، من جنس مالك لكن ليست من نمائه، قرروا بأنه لها حولها، إلا أنك لو طابت نفسك وضممتها إلى مالك التي هي من جنسه كان أحسن وأيسر، كان أحسن وأيسر. وتعد من الزكاة المعجلة. النوع الثالث ما يكون من هذه الغلال أو الأموال التي تكتسبها أو تملكها ليست من جنس مالك ولا من نمائه، مثل شخص عنده نقود ثم ملك بعض الإبل أو بعض السيارات مثلا أو بعض الحبوب والثمار، التمر، فنقول التمر هذا الذي ملكه والحبوب والثمار أو الإبل أو نحو ذلك، هذه لها حولها إذا استوفت شروطها الزكوية، ولا تدخل في حول مالك الذي تملكه أنت وهو من غير جنس، يعني هذا نقود وهذه إبل، فالجنس مختلف، الجنس يراد أن يكون في معنى واحد. قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. هذا الآن الذي سيذكره المؤلف هو ماذا؟ هو الأموال الزكوية. والأموال الزكوية هي الأموال التي نص الشارع عليها، وهي أربعة لا خامس لها. ولذلك نقول إن الزكاة عبادة توقيفية فيما جاءت النصوص الشرعية في إثبات الزكاة به، ويقاس عليها ما كان في حكمها، أو عفوا يلحق بها ما كان في حكمها. قد أجاز الفقهاء القياس في العبادات، بل كتبهم مشحونة بهذا، يعني كثير فيها القياس في العبادات، خلافا لما ظن بعضهم من أن القياس في العبادات لا يجري، لكن بشرط أن يعقل المعنى. ولذلك يقال إنه لا قياس في التعبدات، التعبدات التي لا يعقل معناها، لكن يمكن إجراء القياس في العبادات. ولهذا أمثلة كثيرة ربما نشير إلى شيء منها في الزكاة أيضا. السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. ويدخل في هذه الأموال أنواع كثيرة،
مما سنشير إليه إن شاء الله إن شاء الله تعالى. السائمة من بهيمة الأنعام يراد بها الإبل والبقر والغنم التي ترعى الحول أو أكثره، يعني ترعى بنفسها تأكل لا تعلف، أما المعلوفة التي يعلفها صاحبها كما هو حال كثير من الناس خاصة في بلادنا، ومن ذلك من باب أولى ما يكون في مزارع أبقى الألبان يعني أو أبقار الألبان ونحوها لأنها تعلف، هذه كلها مما لا تجب فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم، لأن النص اقتصر على السائمة وفي الغنم في سائمتها، وهذا الوصف مقصود وله مفهوم، ومفهومه أن ما لا يكون من السائمة لا تجب فيه الزكاة، كما أن المعنى يؤيده لأن السائمة لا تكلف صاحبها، لكن التي تعلف هذه تكلف صاحبها، فيكون عندئذ إيجاب الزكاة فيها جمعا عليه بين تكلفتين، تكلفة الزكاة وتكلفة إعلافها ونحو ذلك. قال: والخارج من الأرض أيضا تجب الزكاة في الخارج من الأرض، وهو الحبوب والثمار، وسيأتي تفصيل كل هذا، كل هذه الأموال سيأتي تفصيلها من كلام المؤلف إن شاء الله تعالى، وعروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح من البضائع ونحوها، فتجب الزكاة في قيمتها. أما ما يملكه المسلم لا لغرض التجارة وليس من النقود ولا هو من بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض، مثلا بيته الذي يسكنه، سيارته التي يركبها، هاتفه الذي يستخدمه ونحو ذلك من الأموال التي يقتنيها ويستعملها، فإنه لا يزكيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، والعبد والفرس من مقتنيات المرء، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا الدليل بين واضح في أن المقتنيات يعني مثل الطاولات مثلا، شخص عنده محل تجاري فنقول: البضائع اللي عندك هذه كلها التي عديتها أنت للبيع وما لديك من نقود هذا كله تزكيه، وما عدا ذلك من الرفوف والمكاتب ونحو ذلك هذا كله لا يدخل في الوعاء الزكوي ولا يزكى، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، يعني لا زكاة في هذه الأموال الزكوية حتى تبلغ النصاب الشرعي الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، يعني كل ما زاد على النصاب يجب بحسابه يعني بنسبته من الزكاة، فالعشر بقدره وهكذا. قال المؤلف هنا: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، يعني كل ما زاد من نصاب هذه الأموال الزكوية يجب بحسابه، يعني يزيد معه القدر المخرج زكاة، إلا في السائمة من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها، فالسائمة من بهيمة الأنعام لا تجب الزكاة في أوقاصها، يعني من 40 إلى 120، إذا ملك 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 90 أو 100 أو 110 لا يخرج إلا شاتا، لا يخرج إلا شاتا كما سيأتي، وهذا ما يسمى بالوقص بخلاف باقي الأموال، لأنه كل ما زاد المال يزيد القدر المخرج. قال: باب زكاة السائمة. نعم، السائمة وهي الراعية التي ذكرنا أنها ترعى الحول أو أكثره من العشب ونحوه، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها، قال: وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، يعني فلا زكاة في الواحدة ولا في الاثنتين ولا في الأربع، بل إذا بلغت 5 فإنه يخرج عندئذ شاتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت 5 يجب فيها إخراج الشات، فإذا كانت 10 عنده من الإبل يخرج فيها شاتان، فإذا بلغت 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض وهي ما لها سنة من الإبل، منذ ولدت كلها سنة هذه بنت مخاض، وإنما يخرجها إذا بلغت 25 لأنها من المال النفيس، ولذلك إذا كان عنده 5 أو 10 أو 15 أو 20 ربما يكلفه أن يخرج واحدة منها إبلا، وإنما يخرج شيا، فإذا بلغت 25 فعندئذ يخرج بنت المخاض، إذا ما كان عنده بنت مخاض
فيخرج عندئذ ابن لبون وهو ما كان له سنتان من ذكور الإبل. إذا وصلت إلى 36 فيجب فيها بنت وإذا وصلت إلى 36 قال فيجب فيها بنت لبون، لأن الأولى إلى 25 قال يجب فيها ماذا؟ بنت مخاف. أما إذا وصلت 36 من 25 إلى 36 يجب فيها ماذا؟ بنت لبون، وبنت اللبون ما لها؟ سنتان، لكن بنت المخاض ما لها سنة، إذن هي أجود أو أنفس أو أكبر منها. قال وإذا وصلت إلى 46 يعني تجاوزت 36 37 إلى 46 إلى 45 هذه في الحقيقة بنت لبون، فإذا بلغت 46 فيجب فيها حقة، والحقة ما لها 3 سنين إذا بلغت 46. إذا بلغت 46 إلى 61 أو 61 فيجب فيها الحقة، لكن إذا وصلت 61 عفواً إلى 60 إذا وصلت 61 قال فيجب فيها الجذعة، والجذعة ما لها 4 سنين. وإذا وصلت إلى 76 ففيها بنت لبون، ليست بنت واحدة وإنما بنتان وهما ما له سنتان من إناث الإبل. إذا وصلت إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100 الحقتان تجب من 91 إلى 120 يجب فيه هذا أن يخرج حقتان، وهذا كله مما هو مجمع عليه. فإذا زادت واحدة فبلغت 121 فيها 3 بنات لبون، إذا صار عنده 121 من الإبل فعندئذ يخرج 3 بنات لبون. ثم القاعدة بعد ذلك، بعد أن تبلغ 120 القاعدة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، يعني إذا كان عنده مثلاً 200 ماذا يخرج فيها؟ ماذا يخرج في 200؟ 4 حقاق، أحسنت. قال في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون أو 5 بنات لبون، يترك الحسبة السابقة خلاص، تبدأ عنده القاعدة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال وإذا وصلت إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون كما بينا. قول المؤلف ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، يعني من وجبت عليه مثلا بنت لبون كما تقدم أو بنت لبون ولم يجدها أخرج بنت مخاض، وبنت المخاض أصغر من بنت اللبون، يعني بنت اللبون لها سنتان وبنت المخاض كما تقدم لها 1 سنة، ويخرج معها شاتان، يخرج معها شاتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما، يعني إما أن يخرج شاتان يخرج معها شاتين أو يخرج 20 درهما، لأن الشات كانت قيمتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم، أما الآن فينظر إلى قيمة الشات، فإن لم يكن معه قيمة لشاتين فإن لم يكن معه أو عنده شاتان فيخرج عندئذ قيمة الشاتين، إن كانت 1000 يخرج 2000 وهكذا. قال وإن شاء، يعني من لم يجد السن الواجبة وجبت عليه بنت لبون مثلا لم يجدها، إن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما، فمن وجبت عليه مثلا حقة فلم يجدها له أن يخرج بدلا منها جذعة، والجذعة أكبر من الحقة، ويأخذ من عامل الزكاة شاتين أو قيمة هاتين الشاتين، فهذا هو العدل. كما أنه يجب عليه أن يخرج إذا أن يعني يدفع الفرق، إذا أخرج أقل فله أن يأخذ أيضا الفرق إذا دفع أكثر. ودليل هذا حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هو أصل في هذا الباب. قال النوع الثاني البقر، يعني من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر،
البقر لا شيء فيها، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 بقرة فيجب فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة من البقر ما له سنة كما قال المؤلف، فإذا وصلت إلى 40 ففيها مسنة، إذا كان عنده 40 بقرة فيخرج مسنة، لكن من 30 إلى 39 لا يخرج إلا تبيع أو تبيعة، وهذا مما تفترق فيه زكاة البقر عن غيرها من بهيمة الأنعام، أن الذكر والأنثى فيها في مثل هذه الحالة عند بلوغ 30 يستويان، فإذا وصلت إلى 60 ففيها تبيعان، وإذا وصلت إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، يعني يخرج تبيع وهو ماله كما تقدم سنة، ومسنة وهي مالها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فلو كان عنده مثلا 120 كم يخرج؟ إذا قسمناها على 30 تكون كم؟ كم من التبيع؟ 4، ومن المسنات كم؟ 3، وهكذا تقسم العدد عند إذن إلى على القدر الواجب، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم بعد 70 في كل 30 تبيع في كل 40 مسنة. ودليل هذه الفرائض يعني المتعلقة بزكاة البقر تحديدا لأنها لم تضمن في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق في فريضة الصدقة والأصل وهو في الصحيح، لم تضمن فيه زكاة البقر، لكن جاءت في حديث معاذ عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. النوع الثالث من أنواع بهيمة الأنعام الغنم، فتجب الزكاة في سائمتها ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، يعني قبل 40 عنده 25 30 35 39 لا تجب فيها الزكاة، لكن إذا بلغت 40 فتجب عندئذ زكاتها. طيب ما رأيكم لو إن شخص يملك 39 شاة ثم ولدت قبل الحول بيوم صار عددها 40، هل تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة؟ ها؟ تجب فيها؟ نعم. لماذا تجب فيها الزكاة؟ لأن الفرع يتبع الأصل والنماء متولد، فيكون حكمه حكم الأصل كذا؟ طيب لو قيل بأن الزكاة إنما تكون عند بلوغ النصاب، وهي يوم أن كانت 39 لم تبلغ نصابا، فيوم بلغت نصاب وهو 40 يكون عندئذ ابتداء حولها، فتجب الزكاة فيها بعد حولان حول من حين بلوغ نصابها، ما رأيكم في هذا القول؟ ها؟ ضعوه في بالكم وسنأتي عليه. عندنا قال هنا فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على ذلك يعني إذا زادت على 120 ولو شاة واحدة، قال واحدة ففيها شاتان إلى 200، إلى 200 تجب فيها شاة، وهذا هنا الصورة تكون فيها أوضح، لو إن شخص عنده مثلاً 120 ثم قبل حولان الحول بيوم أنتجت واحدة فصارت كم؟ 121، صارت 121، فهل يخرج شات ولا شاتين؟ يخرج شاتين، أحسنتم، يخرج شاتين، كما أن صاحب المليون الذي قبل بلوغ أو حولان الحول بيوم نتج عنه ربح مليون آخر يخرج زكاة مليونين، وهذه الصورة توضح المقصود من أن نماء أو نتاج السائمة يتبع أصله في حوله ونصابه. قال فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياة، يعني من 120 إلى 200 فيها شاتين، إذا صارت 200 واحد في 3 شيات، ثم في كل 100 شات
عفوا ثم في كل 100 شاة، لأن شاة هنا مبتدأ مؤخر، والأصل أن يقول ثم شاة في كل 100، لكنه أخره لأنه نكرة، والمؤلف يقول الناظم يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة، قال إلى آخر المسوغات الابتداء بالنكرة المعروفة. فيجب في 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه، ولو كان عنده 1000 فيجب فيها 10 شياه، وهكذا. وهذا أيضا مجمع عليه فيما يتعلق بزكاة الغنم لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب أبي بكر الصديق الذي أشرنا إليه. أحد الإخوة سألني تو بعد الصلاة قبل قليل، قال طيب لو عنده من الإبل أو الغنم المئات المئات لكنها معلوفة لا تزكى؟ عنده مئات لكنه يعلفها، حال عليها حول وأحوال، يزكيها؟ طيب شلون ونحن نشترط أن تكون سائمة؟ لابد أن تكون غير معلوفة، يعني ترعى بنفسها الحولة. ها؟ جميل. إذن هي لا تزكى إلا إذا كانت معدة للتجارة، يعني لو إن شخص عنده في استراحته ولا في مزرعته كثير من الغنم، عنده 200 لكنه ما أرادها للتجارة وإنما يريدها إقراء للضيف أو يأكل منها أو يتصدق أو يهدي، فهذا ما يزكيه ما دام يعلفها، ما يزكيها ولو بلغت 1000 ما يزكي. لكن إذا كان قد أعدها للتجارة مثل في استراحته يبيع منها إذا جاء عيد الأضحية مثلا، وكل ما تهيأ منها ما يناسب أو يكون صالحا للمتاجرة باع، فنقول هذه يزكيها، بس ما يزكيها بهذه الطريقة. كيف يزكيها؟ زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، ما ينظر إلى أنه والله بلغت 120 بلغت 200 بلغت، ولا يكون نصابها بلوغها 40 شاة، ممكن أن يزكي 3 شياة عنده. إذا بلغ نصابها قيمة نصاب عروض التجارة، وقيمة نصاب عروض التجارة كما سيأتينا هو قيمة نصاب أدنى النقدين الذهب أو الفضة، وبالتالي تفترق عندئذ زكاتها عن زكاة بهيمة الأنعام. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس، يعني ما يؤخذ ما يدفع في الصدقة في الزكاة تيس وهو الذكر، وإنما تؤخذ الأنثى من المعز أو الظأن. قال ولا ذات عوار وهي المعيبة، فهذه أيضا لا يجوز دفعها للزكاة، يعني لا يجوز دفعها مالا زكويا للفقير أو من كان في حكمه من المستحقين، وهكذا الهرمة يعني الكبيرة. قال دليل هذا طبعا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولما جاء من النهي عن أخذ هذه في الحديث. قال ولا الربا وهي البهيمة التي فيها لبن، التي فيها لبن، ويراد بها التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن. قال ولا الماخض التي قربت ولادتها، ولا الأكولة السمينة المعدة للأكل، ودليل هذا ما جاء في حديث معاذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، يعني الكريمة من المال، خذ من الوسط، لا تأخذ من الدنيئة ولا تأخذ أيضا من النفيسة، وإنما خذ من الوسط، وهذا هو العدل الشرعي في حق الفقير والغني، لأن مراعاة الفقير على حساب الغني ليس من العدل أيضا، وقد يؤدي هذا إلى أن تكون الزكاة مخرجة من غير طيب نفس من فيفوت عليه الأجر، كما يفوت عليه المقصود الشرعي من الزكاة وهي التآلف أيضا، أو أحد المقاصد الشرعية من الزكاة التآلف والتعاون والمحبة التي تنشأ بين الغني والفقير من ترابطهما وتكاتفهما. قال ولا يؤخذ شرار المال وهو الرديء، ولا كرائمه وهي كما ذكرنا النفائس، سواء كانت في كثرة اللحم أو الصوف أو الجمال أو اللبن أو غير ذلك، إلا أن يتبرع به أرباب المال، إذا رب المال صاحب المال تبرع بخير ما عنده فيرجى له إن شاء الله تعالى الأجر من الله والعوض. وقد جاء عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ناقة فتية سمينة مكان بنت مخاض، لما تبرع بها ودعا له
بالبركة. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، يعني لا يخرج في جميع الفرائض في الإبل والبقر والغنم ذكراً إلا ما استثني كما هو الحال في زكاة البقر إذا بلغت 30 فيخرج تبيع أو تبيع. قال إلا في 30 من البقر فيخرج عندئذ ما ذكرنا. قال وابن لبون مكان بنت مخاض، يعني ويخرج ابن لبون وهو ذكر يخرجه، يجوز أن يخرجه الذكر الذي له سنتان مكان بنت المخاض التي أصغر من لها سنة لأنه أقل منها من حيث النوع وإن كان أكبر منها وأجود من حيث السن، فهو بين أن يكون بنت مخاض وبين أن يكون بنت لبون فأخرج الوسط بينهما إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا. إذا كانت ماشيته كلها ذكورا فيخرج مما لديه عندئذ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى إذ لا يكلف الغني والمالك للزكاة المالك للمال الزكوي لا يكلف أن يشتري أو عفوا يبيع بعض ملكه لأجل أن يخرج الزكاة نقدا أو يشتري أنثى من الماشية فيدفعها إلى الزكاة، بل تكون بالمتيسر له. قال أو كانت ماشيته مراضا فتجزئ واحدة منها، إذا كانت كلها مراض فتجزئ ولو كانت مريضة. لماذا؟ قال لأن الزكاة وجبت على سبيل المساواة ولا عفوا المواساة، ولا يكلف الإنسان أن يخرج ما لا يملك أو يشق عليه. قال ولا يخرج إلا جذعة من الظأن أو ثنية من المعز، وهذا أصل فيه ما جاء في ما روي أن رسولي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال لابن ديسم لما سألهما ماذا يأخذان قال عناقا جذعة أو ثنية، وإن كان هذا فيه ضعف لكن يشهد له ما جاء من أمر عمر سعاته بذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ولا يخرج ولا والسن المنصوص عليها، يعني ولا يخرج إلا السن المنصوص عليها، فلا يخرج سنا أصغر من السن المنصوص عليها في الأحاديث إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، وذلك ابتغاء للفضل والأجر. فأما أن يأخذ سنا أقل وأصغر فهو نقص عن الواجب الذي أمره الله جل وعلا به. قال أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرة، وذلك لأن الإنسان كما ذكرنا لا يكلف أن يخرج ما لا يملك. وفي حديث أبي بكر قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه عناقا عفوا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، حديث في الصحيح يدل على جواز إخراج الصغيرة لسيما لمن لا يملك إلا صغارا من النصاب. قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. إن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، يعني مخلوطة فيها ممن يجزئ ويحقق الواجب عند الإخراج وفيها ما هو دون ذلك، فينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراض وكم قيمة السليمة وكم قيمة المريضة، وتقدر النسبة عندئذ فيخرج ما يوافق هذه النسبة بلا شطط عليه. يعني لا يؤمر مثلا شخص عنده النصف مراض والنصف صحاح، فلا يؤمر أن يخرج من ماله الصحشاتين كلاهما صحيحة، لا يجوز له عندئذ أن يخرج واحدة صحيحة والثانية من المريضة، لأن هذا هو العدل عندئذ، وهذا هو ما تتحقق به المواساة التي هي من أكبر مقاصد الزكاة. قال فإن كان فيها بخاتي، وهذه يقصد بها الإبل التي لا تكون عربية وهي المعروفة الآن في استراليا ونحوها التي لها سنمان، هذه يعني إذا كانت مملوكة لديه مع الإبل العربية المشهورة وهي أنفس عند الناس، وكان عنده مثلا بقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام والمراد بها الرديء من البهائم وسمان ومهازيل، أخذ أحدهما بقدر المالين كما تقدم في المسألة
السابقة، لأن هذا الذي يحصل به العدل وتتحقق به المواساة. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. يعني لو اثنين خلطوا ماشيتهم في محل واحد، المرعى والمأكل والمشرب والمنام في مكان واحد، فعندئذ حكم زكاتهم من حيث النصاب يكون واحدا. فلو ان واحد عنده 20 والاخر عنده 20، لو انفرد كل واحد منهم عن الاخر لم تجب الزكاه في ماله، لان نصاب الغنم كم؟ 40. لكن اذا اجتمعا فعندئذ يخرجان شاة زكاة عن ماليهما، لان ما لهما صار في حكم الزكاه المال الواحد. طيب من اللي يخرجها؟ من يخرجها منهما؟ يخرجها أحدهما من ماله ويدفع له الآخر نصف قيمتها، واضح؟ سواء كان هذا أو ذاك يتفقان على هذا، المهم أنه في النهاية يكون قيمة المخرج في حق كل منهما بالتساوي. عجيبة الزكاة في دقتها وابتغاء العدل في أحكامها، لا يمكن أن تتصور إلا من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهما رجع على خلطائه بحصصهم. هذا الذي ذكرته هو منصوص عليه في حديث أنس في فريضة الصدقة. قال: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. يعني الخلطة في عروض التجارة وفي الحبوب والثمار، لو كانت حبوبهما وثمارهما في محل واحد أو بضائعهما التجارية معا لا تؤثر، وإنما تؤثر في بهيمة الأنعام في السائمة منها، لما للخلطة من أثر، ولأن النص ورد فيها، ولأنه لا دليل على تأثير الخلطة فيما سواها، وإن كان بعض أهل العلم ألحق بها ما كان في حكمها من جهة مشقة فرزها، كما هو الحال في زكاة الشركات المساهمة الآن. لأن الشركات المساهمة الآن يشترك فيها آلاف الناس، وإذا كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة كما هو الحال الآن، حيث إن مصلحة الزكاة والدخل تأخذ من الشركات المساهمة، فمن المعلوم أن بعض الناس ما يملك إلا أسهم قليلة أقل من النصاب، صح ولا لا؟ فيجرون عندئذ مبدأ الخلطة، يجرون عندئذ مبدأ الخلطة أخذا بالرأي، وأظن رأي الشافعي رحمه الله تعالى القائل بالخلطة في باقي الأموال، لسيما مع وجود مشقة ترك هذا المبدأ. ننتقل إلى زكاة الخارج من الأرض. وددت أني أخذ بعض الأسئلة، لكن لعلنا نخلي الأسئلة مثلا في آخر الوقت حتى نمشي، فأستأذنكم في ذلك، نمشي معنويا يعني. باب زكاة الخارج من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات، وذلك لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة في كل ثمر، في كل حب وثمر يكال ويدخر. هذا هو الضابط، أن يكون الحب أو الثمر مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق هو في الحقيقة إنما يعرف بالكيل، لأن التوسيق يكون بالصاع، لأن الوسق يساوي يا إخوة كم يساوي؟ الوسق الواحد 60 صاعا، فخمسة أوسق تساوي كم؟ 300 صاع. ولذلك نصاب الحبوب والثمار هو 300 صاع، وتمت معادلتها بالموازين الحديثة. قد كتبت في هذا يعني شيئا يسيرا بعنوان مقدار الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة، يمكن أن يراجع اختصارا للوقت. مما ينطبق عليه هذا الوصف وهو الحب والثمر الذي يكال ويدخر: البر والشعير، الأرز والذرة، الزبيب والتمر، القهوة، و
الرشاد مثلاً وغيرها من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. والعبرة طبعاً في ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التمر مثلاً كان يكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يوزن. والفرق بين الوزن والكيل إن الكيل يعتمد على الحجم، بينما الوزن يعتمد على الثقل. فالعبرة ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تغير. لماذا يا إخوة؟ لأن الآن مثلاً الفواكه والخضروات توزن، لكنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزونة، وإنما كانت معدودة، ولذلك لا تجري فيها الزكاة لا سيما عند الحنابلة، يكاد يكون قول الجمهور، ومنها الخضروات أيضا خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. ولا تجب أيضا الزكاة على الشخص، قال عفوا هنا، فتجب الزكاة منه يعني في من النبات في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه. إذا خرج من أرضه يعني المملوكة له، المملوكة له أو المستأجرة. فإن خرج من غير أرضه كما لو اشتراه بعد بدو صلاحه فلا تجب الزكاة عليه، إنما تجب الزكاة على من؟ على مالكه، على مالكه الذي ثمره والذي جاء أوان حصاده وهو ملك له. لكن سألني أحدهم سؤالا طريفا بالأمس فقال أنا عندي أرض قد أجرت النخل فيها على غيري، أجر النخل على غيره والنخل أثمرت، فعلى من تجب الزكاة؟ على المؤجر المالك وإلا على المستأجر؟ ما رأيكم؟ على المستأجر. ليش؟ بارك الله فيك، فعلا على المستأجر، المستأجر هو الذي ملك منفعة النخلة الآن والثمرة له وهو الذي يتصرف بها، فإذا تجب عندئذ الزكاة في من يملك النخل سواء كان ملكه لها بملك الأرض نفسها أو كان ملكه لها باستئجار النخلة عندئذ وخروج الثمر في ملكه. قال ولا تجب الزكاة أو وبلغ خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. المسألة التي طرحتها قبل قليل أيضا يعني ندعوها للتأمل، ممكن أن نأخذ فيها ونعطي إن شاء الله تعالى إذا فضل معنا وقت. لا تجب الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا في ذلك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وفي لفظ ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع. قال والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، وهذا كما ذكرنا مقياس الصاع عندهم بالمقادير الحديثة، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع الرطل، وهذا تقريبا يساوي بحسب ما وقفت عليه قرابة 611 أو 12 كيلو جرام من البر المتوسط تقريبا. وهذا الأمر قائم على أن الصاع الواحد يساوي كيلوين و40 جراما و50 جراما تقريبا، فإذا ضربت هذا الكيلوين وشيئا يعني و40 أو 50 جراما في 300 صاع يكون المجموع قرابة 611 612 كيلو جرام بالمقاييس الحديثة، وهذا على التقريب، وهذا إيش؟ على التقريب. وأخذنا الحد الأدنى تقريبا، وإلا فقد قيل بأن الجرام يساوي كيلوين ونصف وقيل ثلاثة، لأن هذا هو الأحوط. ولذلك يقال في النصاب، الأحوط أخذ المقدار الأقل،
لأنه هو الذي يحصل معه اليقين أو غلبة الظن بإخراج الزكاة الواجبة. بينما في الكفارات ونحوها وزكاة الفطر مما يكون النصاب فيه ليس الصاع فيه ليس نصابا وإنما قدرا مخرجا، نأخذ بالأكثر، نأخذ بالأكثر لأن هذا هو الأحوط. ولذلك مثلا في زكاة الفطر نقول الآن إنك تخرج كم من الأرز مثلا؟ 3 كيلو، 3 كيلو لأنها صاع، وهذا هو الأحوط. وبهذا يمكن الجمع بين الحالين، لأن البعض قد يزيد فيقدر الصاع ب3 كيلو فيقع هناك نوع من الشك فيما بين الكيلوين والثلاثة، فدفعا لهذا تأخذ بالتقدير الأقل. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في شرحي على الممتع تعليقا على ما يتعلق بمقدار الصاع، قال: وقد وقفت على صاع قديمة عندنا في عنيزة، يعني يقول: فوزنتها فوجدت أنها تقارب 2.40 كيلوغراما. والحقيقة أني قمت بنفسي بأيضا المقايسة، وجدت ما ذكره الشيخ فيه دقة رحمه الله تعالى وأنه قريب من هذا، وإن كنت وجدت بعض الأمداد والآصع تزيد على ذلك وتصل قرابة 3 كيلو. وهذا كما ذكرت لك ليس غريبا، ليش؟ لأن الصاع ليست الفكرة فيه والمقصود من الثقل، وإنما المقصود منها الحجم. ولذلك أنت لو وضعت في الصاع مثلا لحم سيكون وزنه أكثر، بينما لو وضعت مثلا بر خفيف أو أحيانا نعم مثلا ذرة سيكون أخف، لو وضعت أرز سيكون أثقل قليلا، التمر أثقل ربما منهم، وهكذا. فإذا ليس القصد من الصاع الدقة في الثقل بقدر ما هو كما ذكرنا الحجم. وعندئذ يراعى ما ذكرت جمعا بين هذا وذاك. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، أي أن المسقي من السماء بلا كلفة ولا مؤونة، شخص عنده مزرعة، وهذا يتصور في بعض البلدان في جنوب شرق آسيا مثلا أو غيرها، على مدار السنة البلدان الاستوائية الأمطار تكفي أن سقياها بالآلات ونحوها، فيجب عندئذ إخراج العشر 10% من الناتج. بينما إذا كانت تسقى بكلفة ومؤونة كما عندنا في المزارع هنا فيخرج عندئذ 5% ونصف نصف العشر. وهذا هو كما ذكرنا نوع من المواساة والعدل كما ذكرنا أيضا فيما تقدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال المؤلف بعدها: ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وهذا يعني يراد به الدوالي، الدواليب التي تديرها الأبقار، والنواضح الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الأبار ونحوها. وهذا كان في القديم، طبعا عندنا الآن مكائن وآلات كبيرة ومكلفة جدا، هذه تحسب عندئذ مما سقي بكلفة كبيرة ومؤونة كثيرة، وهي أولى من هذه الأمثلة المذكورة. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. إذن الزكاة إنما تجب عند بدو الصلاح، كما أن البيع لا يجب إلا إذا بدا الصلاح، لأنه المقصود عند إذن. قال: ولا يستقر طبعا الوجوب إلا بجعل الحب أو الثمر في موضع تجفيفه، وهو يعني الوجوب يثبت لكن ما يستقر حتى يؤخذ هذا الثمر من على رؤوس النخل ويوضع في مكان حفظه. يعني لو أصابت الثمر جائحة وهو على النخل مع أنه جاء وقت الحصاد، فإنه لا يجب عندئذ عليه إخراج مثل قيمته، لأن الوجوب وإن كان قد يعني ثبت، أو إلا أن الوجوب مع كونه متعلقا باشتداد الصلاح إلا أنه يستقر به كما ذكرنا هذا، بوضع الثمر ونحوه في محل تجفيفه أو حفظه حتى يسلم من الآلات الآفات و
ما كان في حكمها مما يمكن أن يأتي على هذا الحب أو الثمر فيتلفه. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفى. الحب سواء كان بر أو شعير أو ذرة أو غيرها إلا بعد التصفية، ما يخرجه إلا بعد أن يصفيه مما فيه من شوائب. ولا الثمر كالزبيب أو التمر إلا يابسا. وهذا جاء في حديث عتاب ابن أسيد قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص الزرع، وتؤخذ زكاته زبيبا يابس، يعني ما يكون عند إذا رطبا، كما تخرج زكاة النخل تمرا، فالنخل ما تخرج زكاته وهو رطب بل يكون عندئذ تمرا، لأن هذا هو يعني أوان الكمال وهي حال الادخار الذي ربط الحب والثمر وجوبه، يعني ربط به يعني بكونه مدخرا. قال: ولا زكاة فيما اكتسبه يعني الإنسان من مباح الحب والثمر، فمن التقط حبا أو ثمرا أو تمرا أو نحوه كما ذكرنا قبل قليل، أو حتى اشتراه من غيره، فإنه لا يزكي إلا أن يعرضه للتجارة، فتجب زكاته عندئذ زكاة تجارة، فيكون حوله ونصابه ونصاب التجارة لا نصاب الحبوب والثمار، وبينهما فروق لا تخفى. قال: ولا زكاة فيما يأخذه أجرة لحصاده، يعني الحصاد إذا حصد الحب ونحوه فإنه لا يزكي ما يأخذه أجرة، عفوا المالك لهذه الحبوب والثمار لا يزكي المبلغ الذي يدفعه للحصاد، لأنه من الكلفة التي تخرج عندئذ قبل إخراج الزكاة. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. عنده بر وعنده شعير، البر عبارة عن ثلاثة أوسق والشعير وسقين، فلا تجب الزكاة في هذا ولا هذا، ولا يضم هذا إلى هذا، لأن كل منهما مختلف عن الآخر فلا يضم إليه، كما هو الحال في بهيمة الأنعام، وهذه من القياسات في الزكاة، يقيسون مثلا هذا الاختلاف الموجود في الحبوب والثمار في عدم ضم الصنفين في كل منهما إلى الآخر في النصاب كما هو الحال في بهيمة الأنعام، ما يضم مثلا الإبل إلى الغنم أو الغنم إلى البقر. قال: إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع، يعني لو كان عنده تمر مثلا وثلاثة أوسق سكري وسقان مما لديه من نوع مثلا الخلاص، فيجوز عندئذ أن يضم، بل يجب عليه أن يضم أنواع الصنف الواحد إلى بعض، فينظر إذا كانت تشكل يعني أنواع التمور التي لديه خمسة أوسق فعندئذ يجب إخراج زكاتها. قال: ويخرج من كل نوع زكاته، يعني يخرج زكاة التمر إذا كان سكري مثلا يخرجه منه، فزكاة كل شيء أو كل نوع من نفس نوعه. شخص عنده سكري ما يخرج خلاص، أو عنده خلاص ما يخرج عندئذ سكري. قال: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز له وله أجره، لأنه تبرع، فهذه الزيادة تبرع وهذا من إصابة الخير، بخلاف عكسه ما يخرج من عن الجيد رديئا، ما يخرج عن الجيد رديئا، لأنه عندئذ يكون أخرج أقل من الواجب عليه. النوع الثاني يعني من الخارج من الأرض المعدن، فتجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، هذا فيه النهي عن إخراج الرديء، وهذا قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض يشمل النبات ويشمل أيضا المعدن، لأن المعدن يخرج من الأرض. قال: فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة، يعني المعدن الذي يستخرج إن بلغ نصاب الذهب والفضة كما سيأتي بيانه فيخرج عندئذ ربع عشر قيمته، لأن زكاة الذهب والفضة تكون بربع العشر خلافا لزكاة الحبوب والثمار التي تكون العشر أو نصفه كما بينا. والدليل عليه أيضا هذا، وهذا من القياسات في العبادات لا سيما في الزكاة، القياس على الأثمان وعلى عروض التجارة.
أقصد الدليل على جواز أو على إخراج ربع عشر أنواع المعادن. أما الدليل على إخراج الزكاة في المعادن فهو الآية كما تقدم، قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، يعني المعدن لا يخرج في الزكاة إلا بعد أن يسبك ويصفى. وهذا أيضا مما استدلوا به عليه قياسهم على التمر والزبيب، قالوا كما في التمر يخرج عن الرطب وفي الزبيب يخرج عن العنب، فكذلك الحال هنا أيضا في المعدن. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. هذه الأشياء المذكورة هنا ليست مما ورد النص به، وقد جاء في الحديث أيضا عن ابن عباس ليس في العنبر زكاة، والعنبر اختلف فيه، فقيل هو من نبات البحر، وقيل هو روث أو قي بعض الدواب، وقيل هو من زبد البحر. وأيا كان هذا القول فإنه لا تجب زكاته ولا زكاة أيضا اللؤلؤ والمرجان قياسا عليه، لأن اللؤلؤ والمرجان تؤخذ من البحر كما أن العنبر يؤخذ من البحر، فإذا كان الزكاة لا تجب في العنبر فهي كذلك لا تجب في اللؤلؤ والمرجان. قال ولا شيء في صيد البر والبحر، يعني لا تجب الزكاة فيما صيد من البر أو البحر، وذلك لأنه لم يرد دليل في القرآن أو السنة يدل على وجوب الزكاة فيهما. والأصل، وهذه ترى قاعدة مهمة جدا للإخوة الحاضرين وأيضا الحاضرات، إن الأصل في الأموال هو عدم وجوب الزكاة لا الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، إلا ما ورد النص بوجوب الزكاة فيه، لأن الأصل هو براءة الذمة وسلامة أموال الناس. وهذا الأصل كما ذكرت يكاد يكون قول عامة أهل العلم، ولذلك قلنا إن الأموال الزكوية هي الأربعة المنصوصة وما كان في حكمها. فلو جاءنا شخص قال والله أنا عندي عمارة، العمارة هذه مأجرها على أناس كثير أزكيها، نقول هذه العمارة من بهيمة الأنعام؟ طبعا لا. هل هي من الحبوب والثمار؟ كلا. هل هي من النقدين؟ ليست كذلك. هل هي من عروض التجارة يعني المعدة للمتاجرة الربح؟ يقول لا، أنا معدها للإيجار لا للتجارة. والفرق أن المعدة للتجارة هي التي تقلب بيعا وشراء لأجل تحصيل الربح، لكن المعدة للإيجار هي التي تستغل منفعتها مع بقاء رقبتها، يعني لا تقلب. ولذلك نقول إنه في هذه الحالة يحتاج إلى دليل هو، لأنه يجب أن يدخلها في أحد هذه الأقسام الأربعة، فإذا لم يجد لها مدخلا عادت إلى أصلها. أصلها ماذا؟ لا تزكى. أصلها أنها لا تزكى، وهذا من أيضا الأصول التي استدل بها بعض أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في العسل، خاصة إذا قلنا بضعف الحديث، لأن سنعود إلى الأصل، الأصل أنه لا يزكى المال إلا إذا دل الدليل على تزكيته، وهذا الأصل مهم جدا في الزكاة، وأيضا مما يمكن أن يستدل به ويسترشد به ويعني يكون مفيدا في مثلا زكاة اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك وغيرها مما لم يرد الدليل في زكاتها وليست ملحقة بغيرها. قال بعد ذلك المؤلف وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال، والركاز يراد به دفن الجاهلية، وهو ما عثر عليه من مدفون الكفار سواء كان ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو أيا كان، فهذا يخرج فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يعني 20% منه يصرف في مصرفه ومصرف الزكاة أهل الفي، ليس هو مصرف، عفوا، مصرف الركاز هم أهل الفي، ليس هو مصرف الزكاة أو ليست هي مصارف الزكاة الثمانية معروفة. والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، فهذا يكون حكمه حكمها، وعندئذ الفيء يقسم خمسة أقسام، لله ولرسوله وفي مصالح المسلمين ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولفقراء اليتامى، وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل. إذن خمس لله ورسوله وخمس
عفوا خمس لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لفقراء المسلمين، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. فتوافقت بعض هذه الأقسام مع المصارف الشرعية المعروفة. ودليل هذه القسمة أنه مال كفار فحكمه حكم أموالهم الأخرى المشابهة له، وهو الفيء. ولذلك قال تعالى في خمس الغنيمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد روي عن بعض الصحابة أيضا هذا المعنى، وإن لم يثبته بعض أهل العلم. قال: وباقيه لوجده، يعني الأربعة أخماس الباقية من الركاز لمن وجده، لأن نفسه تعلقت به وقد بذل جهدا في استخراجه أو الوقوف عليه فيكون مستحقا دون غيره. باب زكاة الأثمان. نعم، المراد بالأثمان هنا الذهب والفضة، وربما تكون يعني حاجة الناس إلى معرفة زكاة الأثمان وعروض التجارة أكثر من حاجتهم إلى معرفة زكاة ما تقدم، ولذلك نحاول يعني الإتيان عليها بما ييسره الله جل وعلا من الوقت المتبقي. الذهب والفضة وهما النقدان، ويقوم مقامهما في هذا الزمان أيضا الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية في حكم الذهب والفضة من حيث التعامل بهما، من حيث التعامل بهما. ولا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، والذهب لا شيء فيه حتى يبلغ 85 جراما، وهو ما يعادل عندهم 20 مثقالا، والمثاقيل هي الدنانير. إذن 200 درهم يبدأ النصاب في الفضة، 20 مثقال يعني 20 دينار يبدأ النصاب في الذهب. كم تعادل من الجرامات الحديثة؟ تعادل في الفضة 200 درهم تعادل 595 جراما تقريبا، تعادل 595 جراما. وفي الذهب 20 دينار أو مثقال تعادل 85 جراما، إذا بلغت 85 طبعا من الذهب الخالص 24 قراط، لكن إذا قل فعندئذ يزيد النصاب بحسبه، ولربما بلغ النصاب 100 وشيئا بناء على أن 18 مثلا أقل، نسبة الذهب فيها أقل من نسبة 24 نسبة وتناسب، وقد قدرها بعضهم بدقة، فكان للأربع وعشرين جراما خمس، عفوا للعيار 24 85 جراما، ثم إذا كانت عيار 21 تزيد فتكون في 90، ثم إذا بلغت عيار أو إذا كانت عيار 18 تكون 110، تحتاج إلى نسبة أو حسبة أدق من هذا. محسوبة هي لدي هنا: عيار 24 85 جراما، عيار 21 97 جراما، عيار 18 113 جراما. قال: فيجب فيه نصف مثقال، يعني يجب في الذهب نصف مثقال وهو ربع العشر، كما تقدم حديث من عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. وهذا الحال أيضا في الفضة، فيجب فيها 5 دراهم لحديث أنس وهو محل إجماع بين أهل العلم، والخمسة دراهم تشكل ربع العشر يعني 2.5% من 200، لأن 100 فيها 2.5 والمئتين فيها كم؟ 5 دراهم. تبقى عندنا إشكالية بسيطة، وهي في ما إذا كان لديه أوراق نقدية فنصابها يكون نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ اختلف الفقهاء في هذا، والأقوال فيها 3، والأرجح ما أخذت به اللجنة الدائمة عندنا من أن النصاب هو الأحظ للفقير وهو الأدنى منهما، وهو الفضة غالباً، لأن الفضة
عادة تكون بريال أو بريالين، فإذا كانت بريال فيكون النصاب 595 ريالاً، لأنك تأخذ تضرب قيمة جرام الفضة بنصابها 595. فلو افترضنا أن نصاب الفضة صار 10 ريالات الجرام، يعني ب10 ريالات عفوا، فيكون نصاب الأوراق النقدية كم؟ 5595. واضح؟ إذا قلنا بأن النصاب هو بحسب نصاب الأوراق النقدية بحسب قيمة الذهب، يعني يلحق بالذهب، فيكون عندئذ قيمة نصاب الأوراق النقدية بقيمة 85 جراما ذهبية، فتأخذ قيمة الجرام الواحد وتضرب 85. الآن عادة لا يقل الذهب عن 100، يتراوح بين 100 و200. فلو قلنا بأنه 100 فسيكون النصاب كم؟ ها؟ 8500. إذا قلنا بأنه 200، قد بلغ 200 قريبا، فيكون كم؟ 17000. فلاحظ إنه نصاب الفضة قد يفترق عن نصاب الذهب 10 أضعاف أو أكثر. فصاحب مثلا إذا قلنا إن النصاب ريالين، خلنا نكون يعني متوسطين بين الريال والثلاثة، فسيكون عندئذ النصاب 1100 وكم؟ 595 في 2 كم تطلع؟ 1100 ها؟ 1190 تقريبا. فإذا قلنا بهذا فمعناته صاحب 1200 و300 و500 و2000 و3000 و4000 و5000 و6000 و7000 و8000 و8000 و100 و200 و300 و400 كل هؤلاء لا يخرجون الزكاة. شفت الفرق؟ هذا إذا قلنا بأن نصاب الذهب 100، فكيف إذا كان نصاب الذهب 200 إلى 16900 ما يخرجون الزكاة؟ فهنا فرق كبير بين النصابين. ولذلك الأحوط الحقيقة القول بنصاب الفضة، بنصاب الفضة. طيب يقول منكم قائل نصاب الفضة قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من أغنيائهم. كون الشخص يملك 1190 ولا 2000 ولا حتى 3000 ما هو بغني، صح ولا لا؟ فلو قلنا بنصاب الذهب كان أوفق. نقول والله أعلم بأن المقصود المال الذي يبلغ نصاب الفضة مما يحول عليه حول ولم تستخدمه، فيدل هذا على أنه زائد عن قدر حاجتك الأصلية، صح ولا لا؟ فتكون غنيا عندئذ، لأن أنت عندك 1190 أو حتى 2000 أو أكثر أو أقل مما بلغ نصاب الفضة من الأوراق النقدية غير مستعمل، فعندئذ لا تكون فقيرا. إذا لو كنت فقيرا لما وفرت هذا سنة كاملة. طيب قال فإن كان فيهما الذهب والفضة غش، يعني خلط بغيرهما، فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعني لو أنه مغشوش، نصفه مغشوش، ما يبلغ 85 جراما، هو 85 لكن في 10 جرامات مغشوش، أنا أقول هذا لم يبلغ نصابا. بخلاف ما لو كان 97 زي ما قلنا قبل شوي، فنسبة الفرق بين 21 و24 هي 12 جرام هذه، فلذلك اشترطنا أن يزيد 12 جراما حتى يبلغ إيش؟ يبلغ النصاب 85، هذا القصد. أبو 18 يعني الذهب إذا كان 18 جراما عفوا عياره 18 لابد أن يبلغ أكثر من 110 113، لأن الفرق هذا عندنا اللي هو يقارب كم من 85 إلى 113 15 و13 27 27 أو 28 أحسنت جرام، هذا هو الغش أو الخلط الذي اشترطنا زيادته ليبلغ 85 لنتأكد من أنه بلغ نصابا. قال فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك، يعني شك في بلوغ النصاب يقال إما أن تسبك لتعلم الصافي أو تخرج الزكاة احتياطا. قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. وهذا هذه المسألة التي يعني ختم بها تقريبا المؤلف زكاة الأثمان مسألة تهم الأخوات أكثر وأكثر، والأسئلة فيها كثيرة، ونقول في تفصيلها ما يلي: الذهب والفضة لا يخلو،
إما أن يكون نقودا كما هو الحال في الأثمان من دراهم ودنانير وما كان طبعا في حكمها من أوراق نقدية وغيرها فهذه تجب زكاتها بالاتفاق، أو يكون حليا فلا يخلو، إما أن يكون للكنز والادخار فتجب زكاته أيضا عند عامة أهل العلم لعموم النصوص الموجبة في الزكاة في الذهب والفضة، أو يكون للاستعمال فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين وهما الأشهر، فقول بزكاته وهو المفتى به عندنا، أو وهي فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنفية، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وفي يد ابنتها مسكتان فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارا من نار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم وهو المذهب وهو المنصوص عليه هنا أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال لأنه من أموال القنية وليس على المسلم في عبده ولا فرسه، يعني فيما يقتنى ويستعمل صدقة، هذا يشمل البضاعة ويشمل الذهب والفضة وغيرهما. وأما الحديث فلم يصححوه وقد رواه أحمد ولم يعمل به، وهو إشارة إلى عدم تصحيحه له. وهكذا لو كان الحلي معد للكراء يعني للإجارة، عندها حلي أعدته للإجارة، فيكون عندئذ من المستغلات التي لا تجب الزكاة في أصلها يعني في عينها، وإنما تجب في غلتها على خلاف بينهم هل تجب عند القبض أو عند حولان الحول من حين القبض، وهو قول الجمهور وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي في غلة المستغلات. قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، لقوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهذا الحكم محل إجماع. قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة، يعني وحلية المنطقة ما يشد به الإنسان وسطه، والدليل على جواز هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، أما الذهب فلا يجوز للرجال إلا ما كان منه يسيرا تابعا كرباط لسن وزر في ثوب ونحو ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا. قال فأما الحلي المعد للكراء أي للتأجير فتجب فيه الزكاة لأنه غير معد للاستعمال كما ذكرنا. فعندهم الحلي المعد للكراء أي التأجير تجب فيه الزكاة، في قول آخر لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للتجار وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وهي عنده. قال وكذلك الادخار يعني حلي الذهب والفضة المعد للادخار بأن يقتنيه الإنسان ليكون رأس مالي فهذا تجب زكاته كما بينا. وكذلك المحرم ففيه الزكاة يعني تجب الزكاة في الحلي الذي يكون محرما كما هو الحال في الحلي الذي تلبسه المرأة سرفا وخيلاء، ومثله لو لبس الرجل حليا فإذا كان محرما فتجب زكاته، هكذا من صور الذهب المحرم. باب حكم الدين، ما أدري أذن جاء وقت الأذان، جيد. الدين يا إخوة أظن أنه مفصل عندكم هنا بزكاة الديون، شوفوا الورقة الموجودة بين يديكم، سنقرأ كلام المؤلف ثم يعني إذا صار معنا وقت أتينا على الورقة. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه، المليء المراد به القادر الباذل، أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة، مختلف مع شخص لكن عنده شاهد، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه يمكنه أخذه من غاصبه، هذا فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى،
ولو جلس عند الآخر سنة أو سنتين أو ثلاث إذا قبضه زكاه عما مضى من السنوات، لأنه قادر على أخذه والانتفاع به فوجبت فيه الزكاة عندهم. قال: وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به فهذا لا زكاة فيه. وكذلك المال المغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، لأنه كما ذكرنا غير مملوك ملكا تاما، وهكذا المسروق ونحوه من الأموال. قال: وحكم الصداق حكم الدين. المرأة إذا كان لها صداق عند زوجها لم تقبضه أو تتسلمه فهو في حكم الدين، إن كان على مليء فتجب زكاتها إذا قبضته ولو بعد سنين لما مضى من السنوات، وإن كان على غير ملي مثل كان رجلها معسر أو لا ترجو من ورائه أن يدفعه لسبب أو لآخر فإنها عندئذ لا تجب عليها في هذا المال الزكاة. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب، الآن هو يتكلم في زكاة الدين الذي لك عند الآخرين، انتقل إلى القسم الآخر وهو زكاة الدين الذي عليك، هل تخصمه من النصاب أم تدخله في أموالك الزكوية؟ قال: من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وإنما يخصمه من وعائه الزكوي. وهذا قول عثمان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. قد جاء هذا أيضا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي يستقرض فينفق على ثمرته وأهله، قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض ثم يزكي ما بقي. وبنحوه قال ابن عباس. وبه ننتهي من زكاة الدين. زكاة الديون قسمناها هنا في الورقة التي بين يديك، وفيها يعني بعض الحقيقة التقسيمات التي تختصر مسائل الزكاة، وهي على النحو التالي: زكاة الديون إما أن تكون لك على الآخرين أو عليك للآخرين، فإن كانت الديون لك فأنت الدائن فإنه لا يخلو من إما أن تكون حالة يعني واجبة الدفع ومستحقة الأداء، أو تكون مؤجلة. والفرق يا إخوة بين الحالة والمؤجلة، لأن البعض أحيانا يقول لم نتفق على حلول ولا أجل، فنقول إن الفرق بين هاتين الحالتين يعني بين الحلول والأجل أن الحلول هو الذي يستطيع معه الدائن أن يطالب المدين في أي وقت، فإذا كنت تستطيع أن تطالب في أي وقت فإنه حال اتفقتم أو لم تتفقوا. فالديون الحالة هذه إن كانت لا تخلو، إن كانت مرجوة الأداء بأن تكون على مليء باذل فتجب زكاتها في كل سنة ولو كانت بيد المدين، أما إذا كانت غير مرجوة الأداء كما لو كانت على معسر أو على مماطل فإنها لا تجب. وإذا قبضها ابتدأ بها استأنف بها حولا جديدا، وإن زكاها عن حول واحد أو عن سنة واحدة كما ومذهب بعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم فإن ذلك حسن ولكنه لا يلزم. أما الدين المؤجل فأرباح السنوات، أما الدين المؤجل فلا يخلو الحقيقة من حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا الدين استثماريا، والحالة الثانية أن يكون قرضا. فأما إن كان استثماريا، الدين المؤجل كان استثماريا مثل ديون التقسيط وغيرها، فنقول الواجب فيها زكاة رأس مالها والربح الحال منها مع خصم الأقساط المدفوعة إذا تم صرفها في غير وعاء الزكاة. يعني مثلا لك دين أنت ب140 ألفا مقسط على 4 سنوات، رأس المال كاش 100 ألف لو كان حالا، وهو لأنه أجل زاد 40 ألف في كل سنة 10 آلاف، فتأتي عند السنة مثلا الأولى فتحسب 100 ألف اللي هي رأس المال وتخصم ما دفعته، ونفترض أنك دفعت 12 ألفا فتخصمها، وتخصم أرباح السنوات الثلاثة القادمة اللي هي 30 ألفا، فتخرج كما ذكرنا رأس المال مخصوما منه ما دفع وما سيدفع من أرباح سابق لاحقة للدين الاستثماري. هذا إذا كان استثماريا، أما إن كان قرضا
فقد قال اختلف الفقهاء، فمنهم من قرر وجوب الزكاة فيه برأس ماله طبعا، ومنهم من قال لا تجب الزكاة فيه لأن زكاته هو إقراض، وإن زكى القرض لا شك أنه أوجه وأحوط، وهو قول أكثر أهل العلم. أما الديون المؤجلة فإن كانت حالة أيضا مستحقة الأداء فتخصم من الوعاء الزكوي. يعني لو مثلا عندك أنت 100,000 وعليك دين الآن مستحق، ولو ما دفعته قيمته 50,000، فإنك عندئذ تزكي كم؟ 50,000، تخصم 50 تزكي 50، بشرط أن لا تكون مماطلا. إذا كان مماطل يعني شخص ما يعطي الناس ويحبس الأموال فما نسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة ستسقط أيضا عن الدائن، لأن المدين عندئذ مماطل، وإنما يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة. هذا إذا كان الدين مؤجلا، وكان كما ذكرنا عفوا هذا إذا كان الدين عليك وكان حالا. أما إذا كان الدين مؤجلا ففي خصم خلاف فقه أيضا مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يخصم كاملا، ومنهم من يرى أنه يخصم بقيمته لو كان حالا. يعني الآن لو ستدفع كم قيمة الدين؟ قالوا فتخصمه عندئذ من الوعاء الزكوي. ومنهم من يرى أنه لا يخصم، هذا القول قوي أيضا وهو الأحوط. باب زكاة العروض، هذا الباب من أهم الأبواب لكون أكثر أموال الناس في هذا الزمان عبارة عن عروض تجارية. أكثر أموال الزكاة في هذا الزمان هي من العروض التجارية، والمقصود بعروض التجارة هي كل ما يعد للبيع لأجل الربح والمتاجرة، لأن ما يعد يا إخوة للبيع على قسمين: قسم يراد منه المتاجرة به والاسترباح من بيعه، وقسم آخر يراد بيعه للرغبة عنه والتخلص منه، فهذا لا يكون من عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وبه أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين. إذن عروض التجارة هذه مما يجب زكاتها، سواء كانت عقارات أو كانت سيارات أو كانت مزارع أو حيوانات أو غيرها من أصناف عروض التجارة المستجدة، كما هو الحال في الشركات المعاصرة. الأصل في عروض التجارة عموم الأدلة الدالة على زكاة التجارة، ومنها قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، وأعلمهم أن الله فقه النبي صلى الله عليه وسلم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد أجمع الفقهاء غير الظاهرية على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولها أدلة أيضا، منها أنهم لما قالوا إن خالد لا يخرج الزكاة في أدرعه واعتدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وهذا دل على أن الأدرع والأعتد قد تجب فيها الزكاة فيما لو أعدت للتجارة، لكن إذا كانت على سبيل الوقف والصدقة فإن عندئذ لا تجب زكاتها. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوى بها التجارة، فإذا نوى التجارة فعندئذ يبدأ الحول. يعني لو أن شخصا عنده مثلا أرض، وهذه الأرض هو لم يعزم على المتاجرة بها، ما يدري، هو يبيعها، هو يؤجرها، هو يسكنها، يجعلها استراحة، فإنه عندئذ لا تجب زكاتها، إنما تكون الزكاة مع النية العازمة الجازمة على المتاجرة بها. أما إذا كان مترددا أو ينوي غير المتاجرة، كما لو كان تأجير أو سكنة أو مثلا يستبقيها أو يسكنها، فإنه عندئذ لا يزكيها. قال: وهي نصاب حولا، لابد أن ينوي بها التجارة وأن تكون نصابا. ونعرف النصاب بأن ننظر قيمة هذه العروض ونتأكد من أنها بلغت نصاب الفضة، فإذا بلغت نصاب الفضة فتجب عندئذ زكاتها. نصاب الأحظ للفقير من النقدين سواء كان الذهب أو الفضة، لكننا نقول الفضة لأنه الأحظ وهو الأقل غالبا. قال: حولا، يعني وحال عليها الحول من حين ملكها، فإنه عندئذ يزكيها ولو أنه قلبها أثناء الحول، فهذا لا ينقطع معه الحول.
لو إن شخص عنده على سبيل المثال سيارة وباع هذه السيارة بعد شهر، ثم اشترى سيارة ثانية وباعها بعد شهرين، ثم اشترى ثالثة وباعها بعد ثلاثة، ثم اشترى خلال هذا الحول 10 سيارات، يشتري ويبيع يقلب في التجارة، فهذا نقول إن الحول يبدأ من حين رصدك للمال للتجارة، من حين رصدت مثلاً المليون الذي تريد أن تشتري به هذه السيارة، ثم اشتريت سيارة وبعتها واشتريت سيارة أخرى، فالحول مستمر لا ينقطع، لأن التقليب هذا أصلاً هو صفة التجارة. ولو قلنا بأن لكل سلعة حولاً لما كادت أن تستقر أحوال عروض التجارة. ولذلك نقول إذا مضى حول من حين رصد المال للتجارة فعندئذ يزكى، فننظر ما كان من بضاعة وما كان من نقود تضم إليها، ثم عندئذ إذا حسبت تخرج القيمة من القيمة ربع العشر ما دامت بالغة نصابا قد حال عليها الحول، ثم يقومها، يعني ينظر كم قيمتها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة، هذا ما ذكرناه، أخرج من الزكاة، أخرج الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، لأن نصاب الذهب والفضة إنما يجب في قيمتها، نصاب العروض إنما يجب في قيمتها، وقيمتها ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها، فلذلك كانت في حكمها، فتضم العروض التجارية إلى الذهب والفضة وما كان في حكمها من أوراق نقدية، لأنهما في حكم واحد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال: وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، يعني لو أن عنده عروض تجارة مثل سيارة كان أراد المتاجرة بها، لكن بعد مثلا شهر أو شهرين احتاجها ابنه، فقال: خلاص هذه السيارة لك يا فلان، فعندئذ ينقطع الحول ولا تجب زكاتها، لأنها مما اقتني، وليس على المسلم في عبده كما قلنا وفرسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة استأنف لها حولا. التجارة ترتبط بالنية، فمتى كانت نيته للتجارة وجبت فيها الزكاة، ومتى لم تكن نيته لها فلا تجب فيها. وهذا يؤكد أن الزكاة عبادة تقوم على مراقبة العبد لربه، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. باب زكاة الفطر، كم بقي على إقامة الصلاة؟ 5 دقائق؟ 8 دقائق. طيب، قال: وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. إذن سبب الوجوب هو غروب شمس ليلة العيد، فمن مات قبل غروب شمس ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما. وسويق البر والشعير أن يحمس الحب ثم يطحن، ثم عندما يراد أكله يلت بالماء ثم يؤكل. قال: أو من التمر أو الزبيب. والأصل في هذا ما جاء عن أبي سعيد قال: كنا نخرج، كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك، صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. وهذا الأصل إخراجها صاعا، فإن لم يجده قال أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، يعني إن لم يجد من هذه الأصناف أخرج من أي شيء كان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأصناف هي الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما يكون على سبيل الاقتيات ويكون من قوت البلد فإنه يأخذ حكمه. مثل عندنا الآن صدرت الفتوى بإخراج زكاة الفطر من الأرز، مع أن الأرز ليس منصوصا عليه في هذه الأصناف، وذلك لأنه من الأقوات التي تقوم بها حاجة الناس وتشتد الفائدة يعني من ورائها، ولذلك شرع إخراج زكاة الفطر منها. وهذا يختلف أيضا بلد إلى آخر. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه نفقته، لما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وممن تمونون، ممن
تمون. لذلك المرء يخرج عن نفسه وعن ولده وعمن تجب عليه نفقته. قال بعد ذلك: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. وذلك للحديث، حديث ابن عمر المتقدم: ممن تمونون. ومنه السائق مثلا أو الخادمة، إذا كان العقد يشتمل على النفقة، على النفقة عليهما، فإنه عندئذ تخرج زكاة الفطر عنهما. أما إذا لم يكن ذلك كذلك فينبه هؤلاء إلى إخراج زكاة الفطر عن أنفسهم. قال: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. إن كان بعضه حرا ففطرته عليه بقدر حريته والباقي على سيده، لأنه مملوك له. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر المتقدم ذكره. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنوهم عن السؤال هذا اليوم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تأخيرها عن يوم العيد لحديث ابن عمر وابن عباس، وهذا القول قوي وجيه. قال: ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، لما روى البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يقدمونها، وذلك ليمكن وصولها أثناء العيد وانتفاع الناس بها. قال: ويجوز أن يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم الجماعة، كما يجوز أيضا أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. يعني لو إن شخص في زكاة الفطر أعطى فقيرا واحدا عشرة أشخاص، أعطوا فقيرا عشرة آصع، جاهز. كما لو أن شخصا أعطى صاعه لاثنين فقسمه بين اثنين أو ثلاثة، أيضا جاز. بهذا يمكن أن ننتهي من زكاة الفطر على عجل، أرجو أن لا يكون معه خلل. والآن عندنا باب إخراج الزكاة وباب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهذا ومن لا يجوز أيضا دفع الزكاة إليه، وهذا يعني قصير، قد نحتاج فيه إلى إن شاء الله تعالى نصف ساعة أو أقل.